عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعا مع كبير خبراء الاقتصاد الزراعي بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة سبل دعم البنك الدولي لبرامج التكيف مع التغيرات المناخية بالقطاع الزراعي والتوسع في استخدام أنظمة الري الحديث. وخلال اللقاء أشاد مسؤول البنك الدولي بمنظومة إدارة المياه في مصر الجاري تحديثها حاليا والمجهودات المبذولة لتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الري الحديث في مصر، والإشادة أيضا بمشروعات إعادة استخدام المياه التي تمت والتي يجرى تنفيذها حالياً.